اذكر مواد غذائية مطحونة يرشها العراقيون على وجبة طعام جاهزة. يلا هسه يرشها العراقيين على وجبة جاهزة. شنو وجبة جاهزة؟ اذكر مواد غذائية مطحونة يرشها العراقيون على وجبة طعام جاهزة. ملح. شنو نخلي ها؟ ملح. الملح. ولا صح. واقوى احتمال قرر نجي وياكم نسألكم لو تحول على الشتاوي. ها؟ لا سهل؟ نجاوب. سهل؟ نعم. لأنه إذا صعب كان حولتوه مو؟ نعم. إذا تفضل أخ أحمد وتفضل أخ أحمد وخلي نشوف. بدك تشاورين؟ لا. يسمعون؟ لا ما تقول وأنا أشوفك. عفوا. والكاميرات موجودة كلها. لا لا ما تتجاوبه. يلا نخا نخا نخا. لا سخا يا لا عادي. يلا يا بعد سبع احتمالات. أعطيني احتمال واحد. اذكري لي مواد غذائية مطحونة يرشها العراقيون على وجبة طعام جاهزة. السماق. وبعد؟ السماق. 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 السماج. نعم موجود.